نتفاجئوا بصفة ممنهجة أنه تقريبا عن ثلاثة أشهر وإحنا كل أسبوع نقف ونعمل الوقفة هذه، وعمرنا ما تعرضنا أو عملنا العنف مع أي مواطن،
أو تعرضنا للعنف. لكن المفاجأة اليوم أننا بعض الشباب، فما شاب عندنا رفيقة هذا صورة شكري بالعيد وتم اختطافها وكسرها من على الاسفلت. عندنا بعض الشباب ردوا الفعل، لكن نتفاجئوا انه من الامن معناها كان ضدنا. ثم في مرحلة ثانية واحنا واقفين امام المسرح البلدي كعادتنا كذلك، فما ثلاثة نساء محجبات تفوهت بكلام بذيء جدا تجاه الشهيد شكري بالعيد، وهذه لأول مرة كذلك تصير. أظن أننا اليوم، لأن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والجبهة الشعبية اليوم رفعت شعارات واضحة وضد هذه الحكومة، الحكومة الفاشية، حكومة الرش، حكومة اللي اغتالت وخططت. وأتحمل مسؤولية كلامي أن هذه الحكومة هي التي حكومت عليها العرايض، هي التي خططت ودبرت اغتيال شكري بالعيد. ورفعنا اليوم صورة رئيس هذه الحكومة، رفعنا صورة القذقاذي، رفعنا صورة الكمال العيفي وصورة البناني والإرهابي الأكبر ومصاص الدماء اللي هو راشد الغنوشي. اليوم ربما الأمن ما عجبوش هذه الشعارات ورفعنا لهذه الصور، كان عنيفا اليوم وهددنا اليوم بعض الأمنيين اليوم أننا مستحيل أن يوافقونا ناخذوا ترخيص في الأسبوع القادم. أنا من خلال قنوات نحب نقول للوزير الداخلية وكل إطارات وزارة الداخلية أنه أشبال شكري بالعيد ما هي مش قادرين اليوم يسكتوهم، أنه يرهبوهم. وإحنا لسنا دعاة عنف، نحن دعاة سلم. لكن إذا كان تعداوا علينا رانا مناش ساكتين ومش نردوا الفعل بطريقة قد تكون مربكة لهذه الحكومة، حكومة الرش، الحكومة الفاشية، حكومة المصاص الدماء، حكومة راشد الغنوشي. ومن الآن أقولها بكل صراحة، حزب شكري بالعيد اغتلتوه، راه خلى آلاف وملايين من شكري بالعيد.